إن نهضة أبي عبد الله الحسين عليه السلام هي أقدس نهضة رأتها هذه الأرض، وأشرف نهضة، وأعظم نهضة، فقد كان حامل رايتها من أشرف أسرة وأعظم عترة وأفضل أرومة. وكانت مبادئ هذه النهضة وقيمها هي مبادئ الأنبياء وقيم الأنبياء، وضعها الإمام الحسين موضع التنفيذ والتطبيق، وضحى من أجلها بكل ما ملكه الله عز وجل. فلا مبدأ فوق مبادئ الحسين، ولا أخلاق فوق أخلاق الحسين، ولا إخلاص فوق إخلاص الحسين، ولا تضحية فوق تضحيات الحسين. فقد نهض الحسين عليه السلام كما نهض من قبله جده، ومن أجل الأهداف نفسها غير آبه بالأخطار التي واجهته، عاملا بمقولة جده: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أموت دونه. وإذا كان الله عز وجل قد قدر أن يظهر لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم أمره، فقد قدر لحسين عليه السلام أن يموت دون أمره.